السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا مراجعة للسامسونج جالكسي واتش الجيل الثالث. طبعا هذه أشوفها أفضل ساعة في نظام الأندرويد. إذا كنت من محبين الأندرويد وتبغى أفضل ساعة ذكية، هذه تعتبر أفضل ساعة. نعم توافق مع الآي أس، لكن ما أدري إيش اللي خليك تستغني عن أبل واتش. لكنه إذا حبيت يمكن ما تفضل الساعة بالشكل المربع، تحب الساعة بالشكل الدائري، فهذا الخيار أيضا يعتبر ممتاز. عموما الجالكسي واتش 3 راح يتوفر منها نسختين 41 و 45 ملي متر. طبعا وش اللي يناسبني اكثر يا سلطان؟ هذا ما اقدر احكم عليك او ما اقدر اجاوبك هالسؤال. 45 يدهم كبيره مثلي مثلا، رجاليه اكثر. 41 مثلا يدهم صغيره او تميل الى الطابع النسائي مثلا، ممكن يعني تاخذها. او اذا كنت تدورين على ساعه كويسه فهذا يعتبر مقاس جدا ممتاز. الشيء اللي اكد لك اياه انه ممكن تغير السواره من ناحيه اللون وجوده التصنيع، فخذ راحتك نوع زي ما انت تبغى، ما عندك اي مشاكل. النسخ السابقه راح تكون متوافقه مع هذه النسخه. كلا نسختين حاصله على معايير اي بي 68 والمعايير العسكريه، فما عندك اي مشاكل من ناحيه السباحه وغيرها. اللهم صور الجلد انتبه لهذه النقطه، غيره او استخدم السيليكون، هي يعني مجرد تنبيه لا اكثر ولا اقل. طيب سلطان، سامسونج باي والاي سم وش صار عليهم؟ هل هم الحين راح يجيبونه ولا؟ ما عندي اي اعلان رسمي، لكن كل اللي قالوا لنا سامسونج ان شاء الله راح تكون متوفره. والنسخه او هذا الفيديو راح يكون مراجع نسخه الواي فاي، فنسخه ال تي اي ما ادري عنها نهائيا ولا جربتها، فحط في بالك هذه النقطه. طبعا في مساله ال 45 و 41 راح يكون في مقاس اختلاف في مقاس الشاشه وفي مساله حجم البطاريه، فحط بالك هذا الشيء ايضا. 1.4 مقابل 1.2 كلاهما بتقنيه الاوليد وجوريلا جلاس. من الآن أقول لك من أفضل الشاشات في عالم الساعات الذكية، من ناحية الوضوح، من ناحية الإضاءة، من ناحية الألوان، ما راح تواجه مشكلة نهائيا معها نهائيا مع هذه الساعات. برضو من الأشياء اللي راح تلاحظها أنه مع كل نسختين أنه في اختلاف في مسألة البطارية. 45 مثلا تجي بسعة 340 ملي أمبير، وال 41 ملي متر راح يكون بسعة 247 ملي أمبير. بشكل عام البطارية وخاصة نسخة ال 45 متر أفضل بكثير من النسخة الصغيرة. يعني أقدر أقول لك مع تفعيل التنبيهات ممارسة الرياضة أعطاني يومين يومين يومين، هذا ضمان لي إياه، ويعتبر أعلى ما موجود في ساعات أبل على سبيل المثال. مع الاستخدام الخفيف جدا يعني قفلنا التنبيهات وغيرها، أعطاني فوق الأربع أيام. مع خاصية الباتري سيفنج مود، وضعية الحفاظ على البطارية، زيد عليها يوم واحد. يعني أشوف البطارية ممتازة، تقدر تشحنها طبعا باستخدام الشحن الخاص أو بطريقة الشحن اللاسلكي أو الشحن العكسي على سبيل المثال. في البطارية أنصح بالنسخة الكبيرة لأن النسخة الصغيرة كانت الأقل. يعني ممكن تسمعك إلى نهاية اليوم، إيه راح تسمعك إلى نهاية اليوم، لكن قبل ما تنام لازم تحطها في الشحن. طيب في مسألة الراحة وكيف كانت معك؟ والله كلهم مريحين بالنسبة لي، ما واجهت فيها أي مشاكل، لكن بضيف نقطة أنه وأنا رايح أنام لازم أفك الساعة، ما أحس أنها مريحة وأنا نايم. لكن جربتها وأنا عشان ساعات النوم أبغى أشوف هل هو دقيق أم لا، فبمجمل الحال مش مريحة للأمانة، فحبيت أذكر هذه النقطة. من أفضل الاختراعات الموجودة في عالم الساعات الذكية هو أو هي تقنية سامسونج في التحكم بالنظام، إنه ما تضغط على الشاشة. نعم الشاشة تدعم تقنية اللمس، لكن مسألة إني أقدر أروح لقوائم الصناديق المعلوماتية أو التطبيقات أو معلومات الصحة والرياضة بدون ما ألمس الشاشة باستخدام دوران إطار الساعة، فكرة ذكية من أفضل الاختراعات اللي شفتها. في زرين نعم موجودين، لكن أرجع أقول إنه صراحة اختراع عظيم جدا جدا عظيم. فتصفح التايزن 5.5 أو 5.5 الواجهة تغير بشكل بسيط لكن نفس الخصائص. إذا سبق أنك استخدمت نظام التايزن، واللي أشوفه للأمانة أكثر نضجا مما كان عليه قبل، توفر التطبيقات نعم ما هو بنفس ما هو موجود في الأبل واتش مثال، لكن أغلب التطبيقات مثل سترافا وغيرها، ماي فيتنس بال وغيرها كانت موجودة، فما احتجت أو أني حسيت والله أخ والله ليت هذا التطبيق موجود مع التايزن. صراحة الواجهة ممتازة، عندك خصائص كثيرة، ممكن تسوي كاستم كامل للساعة وكيف تبغى يكون شكلها، تقدر تحمل التطبيق وتتحكم بكثير من الخدمات والخصائص. إذا عندك سبوتيفاي بريميوم تقدر تسمع بشكل مباشر من نفس الساعة. نعم الساعة راح تدعم مسألة المكالمات،
وخاصية انه تحول او كسماعة خارجية وترد على المكالمات من نفس الساعة، بامكانك فعل هذا الشيء وتتكلم من الساعة، ما ادري ايش تبغى تسوي هذا الشيء لكن بامكانك. مسألة ربط السماعة نفسها مع الساعة راح يكون هذا الخيار متاح. فخيارات وتقنيات موجودة كثيرة مع سلسلة الجالكسي واتش 3. طبعا حصل معالج الاكسنس اللي هو 3110، معالج ثنائي النواة 1 جيجا بايت و8 جيجا بايت للسيارة التخزينية. والله فيه سلاسة تامة من ناحية النظام، ما واجهت فيها أي مشاكل، فيها كل التقنيات اللي تحتاجها من جي بي اس، مستشعر دقات القلب الجديد اللي صار بثمان إضاءات للإل إي دي، وزي ما ذكرنا الآي بي 68، وأيضا في مسألة المعايير العسكرية. سامسونج باي تقدر توصلها بشكل سريع إذا كنت موجود مثلا في الإمارات، تلقاه مدعوم بشكل رسمي وتدفع من نفس الساعة. ما أدري إذا النسخة الجديدة راح تدعم في الإمارات برضو أو لا، لكن متوقع إيه، ما في شيء يعني شوفه. لكن الشيء اللي لاحظته إنه في بعض الخصائص مفقودة ما هي موجودة إلى الآن، مثلا الإي سي جي وهو في مسألة النظام الصحة للقلب، لكن هذا الشيء ما كان موجود، موجود في الوقت الحالي في كوريا، لكن أتوقع في المستقبل راح يكون فيه تحديث يوفر هذه الخاصية للسوق السعودي. خاصية التنبؤ عند السقوط مثلا، والله صار لا قدر الله انك تحط طيحة قوية فيقدر يرسل رسالة تنبيهية، فهذا خيار متاح بإمكانك استخدامه. طيب اوكي، وش في بعد؟ في مسألة الأنشطة الرياضية والصحة، وهنا شيء طبعا اكيد واحد يسألني، نظام يدعم العربي؟ اكيد يدعم اللغة العربية وتقدر يعني ما عندك اي مشاكل. لكن نرجع في مسألة النظام الصحة والرياضة كيف كان؟ في مسألة يعني الصحة ودقات القلب ومدى دقتها، أقدر أقول إنها جيدة جدا، مش الاختصاص العالي، لكنه حسيت دقتها تعتبر أكثر دقة، لكنها أبطأ في مسألة قراءة دقات القلب، مش الأسرع، خاصة لما قارنتها بالفيتبت تشارج 3 أو بالأبل واتش، لكنها دقيقة، كانت جدا جدا دقيقة. ونفس القراءات اللي اعطتني اياها مع الابل واتش. في مساله ساعات النوم، وللامانه صراحه مع التحديث الجديد والخاصيه الجديده انه يعطيك تفاصيل كثيره، مثلا كم ساعه نمت النوم الخفيف والثقيل وكم مره قمت، ما اقدر احسبها، لكن مع استخدام الفيتبيت شاطي فكانوا جدا متطابقين، فاقدر اقول ايضا ممتازه في التفاصيل فيما يخص بهذه النقطه. الصراحه اسعدتني انها صارت موجوده مع الجالكسي واتش 3. هذا فيما يخص بالصحه. فيما يخص بالرياضه، سويت الهرولة، سويت تمارين، ورحت الجيم، وسويت اشياء جدا جدا كثيرة. في مسألة احتساب الخطوات والتنبؤ التلقائي، ممتاز. المشي وغيرها التمارين الاساسية لقيت انه ممتاز، ما عندي اي مشاكل فيه. التنبؤ التلقائي ما كان دقيق، يعني في واحد من التمارين كنت اسويها لكن كان يحسب لي او يحسبها كتمارين لركوب الدراجة، ما كان دقيق 100%. طبعا اقدر اروح للنظام واختار النشاط اللي فيه الى الليل، 120 تقريبا نشاط رياضي ممكن اختاره، فعدد الانشطة جدا مهول صراحة من خلال النظام. لكن اتكلم عن خاصية التنبؤ التلقائي، مدى تحفيز، وهذا واحد من الخصائص الجيدة انه الكابتن يقعد يحفزك، يقصد الساعة ويتكلم معاك ويحفزك، يلا امشي بسرعة، يلا زيد، ابيك في هذه النقطة تاخذ نفس مثلا، فكان في تحفيز، وهذا التحفيز صراحة ممتع بالنسبة لي، ممتع ومحفز اكثر، فخاصية اشوفها ممتازة. فبشكل عام في الرياضة لو اعطيها من 10، يعني من 10 كتقييم من 10، راح اقول 7 من 10. ليش؟ لانه الجي بي اس ما كان دقيق 100%، كان اقدر اقول 80 إلى 70%، لكن في مهام الرياضية الأساسية لا، ممتاز، ما عندي أي ملاحظة فيها. فهذه كانت تجربتي لممارسة الرياضة والصحة مع الساعة. هذه الساعة الصراحة، وخاصة أنه يعني تعتبر من أفضل الساعة سواء 41 أو 45 متر، لكن فكر في 45 ملم صراحة أشوف الخيار الأمثل وأفضل ساعات ممكن تلقاها في عالم الأندرويد. طول رأيكم في خلال التعليقات، أتمنى أنه إذا عجبكم الفيديو تعطونا زر لايك، اشتراك في القناة أو ديسلايك. شكرا، إن شاء الله، مع السلامة.